أهلا بكم. كشفت اللجنة المالية النيابية عن تفاصيل الاجتماعات بشأن وضع مسودة موازنة 2020، مشيرة إلى أن العجز المقدر بلغ نحو 72 تريليون دينار. وقال عضو المجلس جمال سيدو إن وزارة المالية وبحسب دائرة الموازنة العامة قدمت أهم احتياجات المحافظات والدوائر الحكومية دون أي تقليص لحين الاتفاق على المسودة، وكانت النتيجة الإجمالية نحو 72 تريليون دينار. وأوضح جمال سيدو أن التقدير الأولي لسعر النفط سيكون ما بين 50 إلى 50 دولارا للبرميل بسبب توقعات بانخفاض النفط العالمي. أظهرت بيانات البنك المركزي العراقي ارتفاع قيمة مبيعات العملة الأجنبية في المزاد المنعقد اليوم إلى 209 ملايين دولار بزيادة قيمتها 1.85 مليون دولار. وبحسب البنك فقد بلغ سعر الصرف 1190 دينارا لكل دولار في المزاد المنعقد بمشاركة 31 مصرفا إلى جانب شركة تحويل مالي. وأضاف البنك أن مبيعات تعزيز أرصدة المصارف في الخارج بلغت 209 ملايين دولار، فيما بلغ إجمالي النقد المباع 240 ألف دولار. أنهى المؤشر العام لبورصة العراق جلسة تداولات اليوم على ارتفاع بنسبة 0.27% عند مستوى 472 نقطة، رابحا نحو 1.29 نقطة. وتم التداول على أسهم 28 شركة من أصل 103 شركات مقيدة في السوق، ارتفعت منها أسهم 5 شركات وانخفضت أسهم 11 شركة، بينما استقرت أسهم 12 شركة. وسجلت قيمة التداولات أكثر من 262 دينار، فيما بلغ عدد الأسهم أكثر من 384 سهما بعدد صفقات بلغت نحو 246 صفقة. وبلغ عدد الأسهم المشترى من المستثمرين الأجانب نحو 60 مليون سهم بقيمة بلغت نحو 22 مليون دينار من خلال تنفيذ 11 صفقة. كشفت شركة ديلويت المختصة بتدقيق عمليات تصدير نفط كردستان العراق أن ما تبقى من سعر برميل النفط في كردستان العراق 17 دولارا فقط بعد الاقتطاعات. وذكر تقرير الشركة أنه خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة بلغ مجموع صادرات النفط من حقول كردستان العراق سواء من الكميات المصدرة أو المستخدمة محليا أكثر من 40 مليون برميل، استخدم منها أكثر من مليون برميل محليا، وبذلك يكون مجموع الصادرات النفطية أكثر من 39 مليون برميل. وبحسب التقرير فإن الحصيلة الأولية لإيرادات النفط الخام بلغت أكثر من 2 مليار دولار، فيما أنفق ما يزيد عن مليار دولار بشكل غير معروف. قال قائم مقام قضاء سنجار بمحافظة نينوى محمد خليل إن مزارعي سنجار يرمون منتجاتهم الزراعية في مكب النفايات بسبب السياسة الزراعية الخاطئة في البلد. وأضاف محمد خليل أن هناك ضرورة لدعم الفلاحين والمزارعين وتعويض خسائرهم نتيجة السياسة الخاطئة، منتقدا وزارة الزراعة التي وصفها أنها غائبة كليا عن ما يجري في القطاع الزراعي. وأكد محمد خليل أن الفلاحين والمزارعين في سنجار وسهل نينوى يرمون محاصيلهم في مكب النفايات بسبب فقدانهم للدعم الحكومي، حيث لا تتعدى سعر السلة الواحدة من محاصيلهم الزراعية أكثر من 250 دينارا فقط في ظل انعدام الحماية للمنتج الوطني. مشاهدينا الكرام، نتابع الآن أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الدينار العراقي وأسعار المعادن والنفط.
بهذا نصل إلى ختام أخبار الاقتصاد، شكرا للمتابعة وإلى اللقاء.